على تقلل لك الرحالة، هذا راه ما كيعنيش انها غادي تجيك بعض الاعراض بحال الهلوسه مثلا اللي غادي تبقى تسبق الاحلام ديالك والناس ديالك وسعي تقاومها مثلا. ما فهمتش السي الطبيب، وفسر لي الله يجازيك بخير. انا غادي نساعدك، لي بيرسوناج ديال الافلام غادي تبقى تجيك بحال بحال، وكاع يمكن غادي تبقى تلبسها في الاحلام ديالك. وماش كتفسر لي السي الطبيب انني كنقرا بعض الروايات والكتب ديال الطارق، وكنجيات كنبقى نحلم انني انا هما دوك الشخصيات اللي كاينين في الكتب. واه فعلا هادشي اللي بغيت نقول، ولكن هاد الحالة راه ما كيعنيش انك ما غاداش تبقى تجيك، يعني راه ما كتعنيش انها ما غاداش تجيك، حيت واخا غادي تبقى تنعس بالنهار بزاف ضروري غادي تبقى تجيك بالليل. أمشي الناس أبلع لي الغمام ديال الصبا يجيبو الناس. شوف كيما
بغيتو تخدمو مرحبا، ما بغيتوش المدينة عامرة بالمعامل. إوا هادي جديدة. إوا بشحال عاد خلصنا؟ غادي نخلصكم. تقريبا من درهم الكارطون. إلا حكمتو مزيان تقريبا 10 درهم. وكاع إلا سبتو بالمجهودات ديالكم تقدرو توصلو 20 درهم. هكا غادي تكونو كملتو عليكم العتبة ديال الفقر وتعيشو في الفقرين. فهمنا؟ شوفوا من الحال مرحبا ما بغيتوش تشوفوا مالا. شنو هي؟ يمكن نشريوها. ورا ما تقدروش تخرجوها حتى من الحنين ديال ديك المسقوط راه فينا. الصوت ديالها. شحال كتبدا؟ يا قلت لنا غادي نخدموا احرام. ماشي هاد العبوديه مزوقه مزيان. لا 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 ما كنتش عليكم. ولكن هاد الشيء اللي كتقولوا، علاش في الصباح وانت مزوق بالعاد ديال الهضره؟ هاد الديمقراطيه، هاد الحريه، مالها الزعتر، مين جابك؟ العائلة جملة كاملة العيبات ياك مرة الضمير ومرة الأخلاق ياك الجمل اللي سيرتو المعاني الأصلية معاني أخرى مزيفة وعمرتو لنا الرمز ديالنا بالمبادئ والقيم والإنسانيات إيوا لا سمعي حتى حنا دابا راه عطيناكم شوية من القيم ديالنا باش تفوقوا منو. ولكن هذه ماشي هي الحريه اللي قلت لنا فيها الحق مضمون والانسانيه مضمونه والعمل مضمون. انا لا انا راه صاحب العمل ماشي بالله شي ديك السيد انا اللي سيدتو من راسي ها هو في كلام ديال الجمعه ايوا جبتكم في الاول عجبكم ايوا دابا قولوا لنا شكينا مالكم. ولكن هذا المصايب اللي حنا فيها ماشي داك الشيء اللي خدمنا. اشكركم هذاك ميدان ذو المصالح ماشي الحق، الحق راه غنسدي ربي ليه ماشي هنا. يا كبيبي ما تزعمش يا كبيبي عمرك ما تضحك علينا. والله بنتي والله والله بنتي ومشيتي حتى قلبتي وجبتي شي جماعه شريره في الدنيا ونشي اغراض سيئه كذبت على الناس ونسيتي قلبتي على السبب الصوت وشاركتي في الكذبه والتاثير ديالها في الدنيا والناس غادي تفتح لك انها اثرت ماشي كذبه لا بانك حقيقه خذ الحرام ما يقد عليك حد اجي بدا اش كدير هنا وشي بلاصه تنعس مشي مشي الله يعطيك غبالة قالت كتحلم فينا من النهار الله ياخذ فيك الحق مشي تنعس مشي راه نتوما اللي فيقتوني نحل نتوما اللي فيقتوني نحل معاكم صافي يا فلان نتوما اللي ضربت وزيد هذا الهلوة تبقى خصية ما حيا الله غير هاد الأحلام الحرية هو جد شاكيكم هذا هذه اللي بغيتي اختها اللي بغيتي غنرجعوها سيدي بلاتي دي الميكرو هي من اجلها بروحه ودمه ونفسه خير كبير ولا ما خدتش السياره نجيب لك الطياره اش هذا ما غتبقى لي انا راه في الاول كنتم انا الحريه كتحولكم انكم تتقلبوا على ما عليكم بينا ولا ما بغيتوش تخدموا معايا تخدموا معايا خو سيروا كلوا على راسكم وزيدون لا يكلف الله نفسا الا وسعها واش فهمتوا ولا ما فهمتوش نادية نعيم عبد الله حكيم
فاطمة الزهراء جبال. محمد طلحة. مراد العواد. المناضل محمد بن رياض. تحية كبيرة للسي خليل العلواوي. أهلا الشركة، كتقول لكم شكرا على الحضور ديالكم، شكرا شكرا عفوا على تلبية الدعوة. أهلا أهلا الشركة، وهي للأستاذ والمؤلف الكبير من مدينة العائش، وكان الشرف لي أنني كنخدم أول عام ديالو، أول عام ديالو من بعد الصحيفة وهو مدينة السماء، فهو الأستاذ عزيز قنجع. المسرحية من إخراج الأخ محمد أطاري. في المناسبة كان نوجه تحية للإخوان اللي كانوا كيساندونا من غابرة، وكانوا كيدفعوا بنا معنويا باش على أساس هذا العمل يوقف، رغم الإكراهات ورغم الارتداد ديال الممثلين، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ولكن اضطرينا أننا نديروا هذا العمل. وهذه المناسبة كنبغي نوجه تحية خاصة، والله راضي لولا هذا السيد هذا اللي ما كانش هذا السينمان، الشكر موصول. الجمعية أو الفرقة هي مسرح الصدقة، عندي واحد الملتمس من المجلس البلدي أن السينما راه بقات كتمشي، نظرا راه فيها واحد الديفو ديال الماء، راه كيهبط من التحت، راه كيقول لي عندنا لابسين هنا وبقات كتاكل لنا الكراسة، فواحد الملتمس الله يجازيكم بخير، قبل ما يمشيو الكراسة هادو كاملين، وقبل ما تولي عندنا شي عفرة هنايا فيقوموا بالمسرح ديالها. شكرا مرة أخرى على حضوركم.